بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير وبكل محبة. على بركة الله تنطلق دفعة أخرى وجديدة بانطلاقات هذا المساء، وشوطنا الذي يسير أمامكم هو شوطنا السابع في انطلاقات هذا المساء. الشوط السابع خاص بالجعدان الثنايا المحليات الأصايل. نسير حفلنا مشاهدينا الكرام مع انطلاقة هذا الشوط الذي يحمل عنوان المنافسات القوية ومنافسات الثمانية كيلو متر في مساء هذا اليوم. الشوط السابع حفلنا الكريم تنطلق في سبعة من هذه الجعادين، ومسار هذا اللقاء الذي يتحدد من خلال وجود نوعيات مميزة وفريدة في شوطنا الذي يسير أمامكم. إلى هملول، والبداية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم على مقدمة هذا الشوط، بينما في عملية تضميره لدى نابت بن سلطان بن رشيد الاجتبي الذي يقدم هملول حفلنا مشاهدينا الكرام في انطلاقة هذا الأداء وانطلاقة هذا التحدي. المسيطر المركز الأول مشاهدينا الكرام سلود، سلود غير سلود وخذ المركز الأول سلود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على مقدمة هذا الشوط مع المضمر مطر بن سيف باللاحج الهاجري في اللحظة الأخيرة. في اللحظة الأخيرة حرك مشاهدينا الكرام واستثمر الوقت في انطلاقته، استثمر الوقت في مصلحته، لكن سار إلى خط النهاية بالفوز والانتصار والناموس. هل يعود الصويغ مجددا من خلال انطلاقة مشاهدينا؟ اذا سلود واللحظات الاخيره، سلود الصويغي عاد مره اخرى، الصويغي تهانينا لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد الهيان على فوز الصويغي بالمركز الاول. المركز الثاني هنا ياتي سلود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث هملول سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم من احتل المركز الثالث. المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وصل في المركز الرابع مشاهدينا الكرام. المركز الخامس هناك لحظات الوصول كذلك من سمو من الكايد لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. التوقيت الزمني 13 دقيقه 35 ثانيه وجزء واحد من الثاني ثاني لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد النيال، والثانيه كذلك للمضمر احمد بن عبد الله بن مساعد. بينما المركز الثاني وصل سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم 13 35 خمس اجزاء من الثانيه ثانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار، كذلك من مضمر مطر بن سيف باللاحج الهاجري. المركز الثالث وصلنا مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء هملول اسمه الشيخ مايد بن محمد بن رايد المكتوم، المضمر نابت بن سلطان بن رشيد ب 13 دقيقة 43 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.